الطفل بيخافوا منك. يا ريت تفهمي انه جدار الخوف اللي بنيتيه حواليك يعمل منك مرة وحيدة وتعيسة. سنين وانتي عم تعملي فيني كل شي ما قدرتي تعمليه لاختي. عم تفرغي غضبك اللي ما قدرتي تفرغيه فيها. وهلا علقتي بهذا الطفل المسكين. شوفي ابني ما عاد عنده بيت. يلا اتصلي بالخدمات الاجتماعية خليهم ياخذوه. طالما انك رايحة بطريقك فاديا روحي بأدبك، بدل ما تقولي لي الله يكتر خيرك جاية تتوقحي بوشي. يلا ابني. يلا يا روحي. يلا. ليكي ما في شيء ما له حل. بس في شيء خمر وما تعصبي ابدا. خليتهم يستنوا، ضلوا قدام بابهم للصبح. اذا ما اجاك خبر للمساء روح على القصر وجيب معك من هون اي حدا غالي على فريد خليه يفهم. عم تفهم؟ امرك شاهين بيك. بتساوي كل شيء لحالك. امرك. اختفي. صباح الخير يا اولاد، كيفكن؟ كيفك بنتي؟ منيح. إليف فريد، هي إليف. هي هي يلي شفتها وحكيت معها؟ ايه. متأكد؟ طبعا متأكد. شو صار يا أولاد؟ خبرونا مشان نفهم. حنخبرك شاهين بيك. هي الصبية حفيدتك اجت لعندي وقالت حياة عائشة بخطر، روح انقذها. وأنا اجيت مشان افهم. يلا انت الوحيد اللي لازم يخبرنا هلا شو عم بيصير. ليك هي اللي قالت لك هيك؟ ايه هي قالت. الحقيقه تفاجأت كثير، يعني ما عم صدق انه إليف ممكن تحمل هيك. لكن بنسأل إليف، هي بتحكي لنا شو الحقيقه؟ إليف ليش عملتي هيك شيء؟ ليش قلتي هيك حكي لفريد؟ معلش توضحي لي. أنا كذبت عليك. ما بحق لنا أبداً نخدع حدا. إذا بدي موت خليني موت، بكفي. وأنتِ ما بحق لك الموت. ما بحق لك تموتي. حكيتي أي شيء عن مرضك لفريد؟ لا. شوفي بنتي، إذا بيصير لك شيء حياتي كلها حتسوى. ممكن ما تسودي حياتي. عائشة بريئة يا جدي، هي بتكون بنت خالتي وكمان حفيدتك مثلي تماما. معقول تكون بلا رحمة لهالدرجة؟ إذا بتجبر عائشة تعمل شي ما بدها إياه بقتل حالي حتى لو بعد نقل الكلية. خلص كل شي بيتصلح. لا بس بدنا نظبط كل شي قلتيه لفريد. ماشي. لأنك خايفة؟ لا تخافي،
احكي احكي لشوف ليش قلتي لي هالحكي. هلأ قلت لكم كانت لعبة مني مشان خليكم تتصالحوا، بس ما كان مبين عليك عم تلعب، كنتي مرعوبة مثل ما انتي هلأ تمام. ما كان عندي نية سيئة، كنت بدي اياكم تتصالحوا، كانت لعبة بس ما كان عندي نية سيئة صدقني. طيب خلص خلص فريد خلص بلا ما نزود البنت حكيت الصراحة. توترت بلا إليف انتي إليف 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 يا حبيبي إليف. خير شو بقى؟ تعي لأخذك على غرفة التحقيق. عملت معها تحقيق، خوفت البنت كثير وعم تسألها شو بقى. انتي منيحة يا روح؟ إليف انتي منيحة؟ البنت حكت لنا كل شي بصراحة وما صدقنا. إليف تعي يا روح تعالي لأخذك.